بقى الفريق 2008 اللي عمل دور كبير جدا في الفتره الاخيره مع فريق 2007 ومع والدته. مليون مبروك وهي صاحبه النجاح. انا عارف يعني في كل الملاعب وراك في كل التدريبات، اعتقد ما سابتكش في يوم من الايام. نشكر ربنا الحمد لله. لا في الاول نقول الحمد لله وشكر لله والحمد لله على الدعم بتاع الجهاز الفني والجهاز الكابتن بدر، وشكرا على الدعم والكابتن تامر، هشكرهم واشكرها طبعا معايا في كل حته الحمد لله. يعني من اول ما دخلنا المباراه واقفه على اعصابك، يعني كل هجمه حتى لو لينا علينا الماتش كان صعب بالنسبه لك، لكن النهارده اعتقد مهند بيكافئ كل لعيبه كلها بتكافئكم. الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، وبشكر ربنا وبشكر النادي الاهلي وبشكر كل الناس والجماهير والاداره كلها على الدعم اليوم لمهند. الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، هو تعب كتير واجتهد كتير وربنا كافئه في الاخر الحمد لله. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي دايما في كلامه مع اللاعبين يقول لهم الام هي اللي تعبت، هي اللي كافحت، هي اللي شايله كل الحمل، اعملوا كل حاجه عشان تسعدوا امهاتكم باباكم اسرتكم. اعتقد دي بتبقى رساله مهمه جدا بتصل للاعبين. اكيد طبعا. بص يعني احنا بنتعب وبنجتهد والباقي بتبقى على ربنا ودعواتنا ليهم، وبرده هم هنا في النادي بجد موفرين ليهم كل حاجه، كل الدعم ليهم وبيصعدوا اللعيبه. الحاجات دي ما كناش بنشوفها في الاول، بس الحمد لله وقت بنشوف كل الكلام دوت. واهو انت شفتوا النهارده 2007 مدعومه كلها بلاعيبه 2008، فالحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا الحمد لله. بشكرك وربنا يبارك لك في الكابتن مهند، وتشوفيه لعيب كبير باذن الله. امين يا رب. تسلم. شكرا شكرا لكم كابتن اسامه. مستمرين مع